السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، برحب بحضراتكم ويوم جديد من برنامجكم استاد الأهلي. أكيد النهاردة يمكن يعني عدى يومين أو على خروج النادي الأهلي من البطولة العربية، لكن زي ما بنتكلم دايما النادي الأهلي كبير، دايما النادي الأهلي هو رقم واحد سواء بقى في الوطن العربي أو في القارة الأفريقية، وصلنا للعالمية، فبالتالي احنا براند كبير، بتيجي بطولات وتروح مننا بطولات، ولكن في الاول وفي الاخر بنكمل المسيره، بيبقى بنطوي صفحه وبنكمل الصفحات الاخرى، سواء بطولات محليه او بطولات عالميه او بطولات اقليميه. فبالتالي خلينا نتكلم على النادي الاهلي والمرحله القادمه. اعتقد ان مهم جدا اللاعبين يبقوا في حاله تركيز، عندهم بطولتين مهمين، سواء كاس مصر ان شاء الله هتكون مباراه سموحه يوم الاربعاء في دور النصف النهائي ان شاء الله، ثم بقى مباراه الترجي ايضا في دور الثمانيه في بطوله افريقيا، التركيز الاهم والاكبر في هذه المباراتين. فبالتالي كل التوفيق ليهم، خلاص بنطوي هذه صفحه البطوله العربيه اللي تاهل للدور النهائي، الفيصلي الاردني على النادي على حساب النادي الاهلي، وايضا الترجي التونسي على حساب الفتح الرياضي الرباطي المغربي. وزي ما احنا عارفين يمكن كان المفروض لو كان وصل النادي الاهلي للمباراه النهائيه كان هيبقى المباراه في برج العرب، ولكن تحولت الى استاد اسكندريه المباراه النهائيه ما بين الفيصلي الاردني والترجي التونسي. كل التوفيق طبعا لاخواتنا سواء بقى الفيصلي او الترجي التونسي، الصراحه قدموا عرض رائع على مدار البطولة، سواء بقى من الفيصل الأردني اللي احنا فوجئنا بمستواه الفني وطموحه الكبير جدا واللي تغلب بيه على النادي الأهلي مرتين متتاليتين في هذه البطولة، أيضا الترجي التونسي اللي تألق بشكل كبير، وزي ما بنقول هو فريق كبير بشكل كبير يعني طبيعي، يعني فريق الترجي التونسي وكان المتوقع وجود فرقتين كبار زي الاهلي والترجي في النهائي، ولكن طبعا الكوره ما بتعرفش غير طبعا الفوز، الاجتهاد والتركيز كان فين؟ كان اعتقد عند الفيصلي اكتر شويه. خلينا اقول ان المباراه القادمه للنادي الاهلي سموحه مباراه مهمه جدا بتاهلك للدور النهائي اللي بنستنى طبعا نتيجه مباراه الزمالك والمصري، ونشوف ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي وتركيز اللاعبين يبقى في اعلى مستوى. النهارده طبعا فقره الصحافه انا بقدمها لحضراتكم، هيكون معايا اثنين من النقاد الرياضيين ورايهم بقى في الفتره السابقه للبطوله العربيه والبطوله العربيه نجاحاتها من خلال الفتره اللي فاتت للكره المصريه، خصوصا للفرقتين اللي كانوا بيشاركوا الاهلي والزمالك، واكيد في استفاده كبيره جدا بعوده الجمهور الكبير سواء للاهلي او الزمالك. ولو احنا بنتكلم على جمهور الاهلي الكبير والعظيم اللي كان بيساند فريقه في هذه المباراه والمباريات الاولى طبعا في الدوري او بطوله المجموعه في الاول، اعتقد ان اسلوب كان رائع من جمهورنا، الدنيا كانت ماشيه بشكل منظم وجميل، ولكن طبعا كنا نتمنى المباراه النهائيه تبقى فيها عدد اكبر من الجماهير ويكون فيها طبعا النادي الاهلي، لكن طبعا هي دي كره القدم. هيكون معايا طبعا في فقره الصحافه استاذ اسامه دعبس الناقد الرياضي، وايضا استاذ احمد الشامي الناقد الرياضي. استاذ اسامه برحب بحضرتك، منور قناه الاهلي. اهلا بيك كابتن محمد، وسعيد لي المره الثانيه ان انا اكون معاك. ده حقيقي انا سعيد طبعا بوجودك معايا، كنا المره فاتت حتى الوقت كان ما اسعفناش ان احنا نتكلم في امور كثيره، لكن النهارده عندنا يعني فقرتين في فقره الصحافه بطولة العربيه، وايضا الجمعيات العموميه في الفتره القادمه واللائحه الاستشاريه، وهتكلم على اللائحه الاستشاريه بتاعت النادي الاهلي كلام كتير فيها مع حضرتك. ايضا الناقد الرياضي استاذ احمد الشامي، برحب بيك استاذ احمد. بيك يا كابتن محمد وبرحب مع اسامه المره الثانيه، وان شاء الله نقدم فقره يعني نقدر نحلل فيها كل الاحداث ونقدم للناس اخبار حقيقيه ان شاء الله. خلينا اكلمك يعني في البدايه، ما دام احنا بنتكلم على النادي الاهلي، يمكن النادي الاهلي بعض اللاعبين كانوا مصابين زي باسم علي خلاص موجود، ايضا وليد سليمان عوده ان شاء الله تبقى موجوده في مباراه سموحه، فبالتالي هو ضرب ايضا للنادي الاهلي وليد سليمان، غياب سعد سمير حتى الان نتيجه طبعا اصابته في العضله الاماميه، ولكن يعني اعتقد اللاعبين اللي موجودين في الفريق دلوقتي محفزين او في تحفيز كبير جدا نتيجه طبعا خروجنا من البطوله العربيه وعدم وصولنا النهائي، ان احنا المباراه دي مباراه تعتبر مصيريه، فبالتالي الشكل هيبقى مختلف ان شاء الله في بطوله كاس مصر. استاذ اسامه خليني اكلمك على البطوله العربيه، ويمكن استفادات كبيره النادي الاهلي والزمالك استفادها، بالاخص النادي الاهلي ما دام احنا بنتكلم على اخر مباراه كانت امام الفيصلي، ولكن في سلبيات، السلبيات دي ظهرت في المباراه، لكن احنا دايما بنحب الايجابيات وبنحب ان احنا نشوف ايه اللي جاي ان شاء الله افضل للنادي الاهلي. خليني اقول لك بس طبعا ان البطوله العربيه من الناحيه السياسيه والناحيه
المعنويه بيننا وبين اشقائنا العرب بطوله مهمه جدا، لكن كنت اتمنى ان يكون موعد البطوله العربيه مناسب اكتر بصفه اكتر للانديه المصريه، خصوصا الانديه المصريه بيبقى لها سوق كبير خاصه الاهلي والزمالك. طبعا اي بطوله فيها الاهلي او فيها الزمالك او اي فريق مصري خصوصا الاثنين يعني بيديها ثقل كبير، بيديها اهميه اعلانيه. فيعني اتمنى الفتره اللي جايه يكون في موعد مناسب اكتر للانديه المصريه بحيث انها تقدر تشارك فيها بالقوه الضاربه بتاعتها، ما تكونش في نص موسم، ده بيأثر فنيا طبعا على اللعيبه. النادي الاهلي طبعا استفاد من البطوله بمشاركه اكتر من لاعب كان بعيد عن التشكيل في الموسم الماضي، بدا يكون فكره اكتر ورؤيه كبيره لدى الجهاز الفني مين ممكن يقدر يكمل مع من اللعيبه دول او مين ممكن يكون له ما يكونش له مكان في الفتره الجايه. عايز اقول ان ماتش الفيصل يعني طبعا الاشقاء في الاردن لهم حق، كل الحق ان هم يفرحوا ان هم فازوا على النادي الاهلي، نادي كبير، نادي له تاريخ كبير جدا سواء على من الناحيه الافريقيه على التاريخ العربي او الافريقي. لكن الاهلي اعتقد ان يعني للاسف ما تعلمش من اخطائه في المباراه الاولى. كنت اتمنى ان يكون التعاطي مع البطوله يعني يكون الهدف واضح والرؤيه واضحه من الجهاز الفني، انا مشارك في البطوله عشان اخد البطوله يبقى لازم اخد البطوله، ما ينفعش الاهلي يكون داخل البطوله ما ينافسش على لقبها، وبالتالي برضو ما ينفعش الزمالك قبل البطوله ان انت مش داخل تاخد البطوله، داخل اعد لعيبه او جاي داخل من الشركه من الناحيه السياسيه، يعني احنا مشاركين فيها من الناحيه السياسيه، لكن في الاول وفي الاخر انت بتتكلم على اسم ناديين من اكبر انديه افريقيا اللي هو الاهلي والزمالك. ما ينفعش الاهلي يدخل البطوله ما ينافسش على لقبها، وكمان ما ينفعش الزمالك يدخل البطوله ما ينافسش على لقب. اعتقد ان الاهلي استفاد كتير من البطوله دي، سواء زي ما قلت لحضرتك من ناحيه اللعيبه كمان، يعني شاف الترجي اكتر من مره في البطوله، طبعا ده شيء مهم جدا ان هو هيلعبه في دور الثمانيه في بطوله دوري ابطال افريقيا. يعني طبعا الفرقتين بقوا دلوقتي الكتاب مفتوح لبعض، في بعض اللعيبه من الاهلي يعني خدت راحه اكتر، ممكن يعني نحاول بقى التعويض في نقفل ملف البطوله العربيه ونحاول نركز في بطوله دوري ابطال افريقيا. طيب نفس السؤال استاذ احمد والاستفاده، ويمكن النادي الاهلي جمهور يعني كبير بجمهوره، وجود الجماهير مره اخرى في الملاعب المصريه ووجود جمهور النادي الاهلي بالاخص بتشوفه بالشكل اللي احنا شفناه ووقوفه جنب فريقه دايما زي ما بنقول اللي هو عنده الثقه الكامله في التعويض في اي لحظه، لو كان خسران او كان عايز يجيب هدف عشان يكسب بالمباراه كان موجود جمهور الاهلي بالشكل الصحيح في كل مباراه. الفريق الاهلي يمكن تصريحات كانت قبل البطوله واضحه ان الاهلي بيشارك للتواجد، ما كانش في اتجاه كبير للمشاركه، لكن انتهت الامور للمشاركه. لكن الاكثر اهميه ان الاهلي استفاد بان هو اتشاف اللعيبه اللي هي ما شاركتش طول الموسم. يمكن المستوى اللي ظهر بيه الاهلي على فترات في البطوله بيرجع ان اللعيبه ما بتشاركش مع بعض، يمكن ده بسبب ضغط البطولات سواء الدوري او افريقيا، الانشغال اللي النادي الاهلي كان فيه الفتره الاهم ان هو يفوز ببطوله الدوري يحافظ عليها، ثم الصعود الى دوري الثمانيه في افريقيا اللي كان صعب المره دي تحديدا لان المباريات بتاعته لما اتغيرت لدور ال 16 هو عمل لها ازمه. انا من وجهه نظري ان الاهلي ما عملش الحسابات المطلوبه للبطوله العربيه، علشان كده الامور اتغيرت في المباراه الخروج امام الفيصلي. الفيصلي ما كانش الفريق القوي او المزعج، لكن التوفيق ما حلفش النادي الاهلي في المباراه، خاصه في ضربات الجزاء اللي لم تحتسب النهارده. لو صالح جمعه ضربه جزاء احتسبت او ازارو احتسبت او حتى الفرص، يمكن في كره من الكرات جت ثلاث مرات في العارضه في المباراه، فهو كل الحاجات دي كانت مؤشر لخروج النادي الاهلي. النادي الاهلي يمكن رجع للمباراه في ثوانيها الاخيره، لكن ده تاكيد ان النادي الاهلي بيلعب للحظات الاخيره. ده المهم، يعني انا شايف ان اهم ما في البطوله العربيه ان الاهلي اعاد الى الاذهان فكره ان انا اقدر افوز حتى صفارات النهايه، هو ده كان المهم. المهم الاهميه الاكبر دلوقتي ان انت عندك كاس مصر. كاس مصر الاهلي غايب عنه بقاله فتره، فمحتاج يفوز بكاس مصر. انا توقعي ان الاهلي والمصري في النهائي، توقعي الشخصي ان الاهلي والمصري هيكون في النهائي، مش الاهلي والزمالك. يمكن اسامه مش عارف زعلان بس لا مش زعلان بس انا توقعي الشخصي تركيز المصري تركيز المصري اكثر بكثير من الزمالك. الزمالك حاليا ما عندوش مدير فني ثابت، بقى عنده الكابتن طارق يحيى مدرب عام وهيكون مسؤول عن المهمه، كابتن حسام حسن عنده معسكر مستمر
من 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 فتره طويله من وقت ما توقفت او انتهت مسابقه الدوري. فاذا الامور دلوقتي التركيز في كاس مصر وانتهت البطوله العربيه. هو بس مشكله او ازمه الاهلي ان الجماهير بترفض خروج الاهلي من اي بطوله، بس هي دي المشكله. يعني النهارده الاهلي قال في تصريحات الكابتن حسام ان انا بشارك او انا مش عايز اشارك، او حتى لو هشارك هيبقى للتجربه، ده مرفوض في الاهلي. ممكن تكون بعد المباراه يعني نسيت كل لا الجماهير فاتت وكلامك تقول لك انت يعني يرضيك كده كابتن فاروق يا بالظبط. ما هو هي دي المشكله، هي دي المشكله. سواء بقى لاعب خلى يعني بطل كوره فبيجي الجماهير تساله، يمكن عشان سياسه الجهاز الفني اتغيرت اثناء البطوله نفسها. يعني سياسه الجهاز كان الاول انت بتشوف ان كان الاول اللي هو تجربه اللاعبين. ممكن لو انا لو الاهلي لو الجهاز الفني استمر بهذه الطريقه اعتقد ما كانش هيحصل. لا هو لما متعب لما لمسه متعب وعمر بركات والجون جه فبدات اصلا الحياه ترجع للبطوله العربيه. كان نكون بس منصفين ان غياب الاهلي تحديدا على النهائي العربي ليس في صالح البطوله. بطوله هتحس ان هي صامته، لا يعني بعيدنا عن الناحيه التسويقيه، الناحيه الجماهيريه في الملعب. النهارده حسيت باهميه جماهير الاهلي وانت بتتفرج على مباراه الاهلي. صحيح. مباراه الاهلي هو ده الاحساس. هو ده البطوله. وكمان لما الاهلي فاز في هدف عمرو بركات الحياه اختلفت. حسيت فعلا ان في بطوله عربيه. صحيح. غياب الاهلي، الزمالك يمكن خرج من الدور الاول، لكن الاهلي تحديدا لما بيكون في حدث رياضي ووجوده بيضفي عليه اهميه. خروج الاهلي ده شكل بالظبط. الجول بعد هدف عمرو بركات زي ما انت بتتكلم يا استاذ احمد قد ايه. لا وشوف فرحه المدير الفني والنهارده بتتكلم ان انت الناس، بس كان في هجوم شويه على فرحه الكابتن حسام البدري. لا هو النهارده لعب المباراه وشاف نفسه بيلعب مباراه قويه جدا والحظ مش عايز يديله الا في اللحظه الاخيره. معلش يعني مع احترامي لاي فريق اسمه ايه او امكانياته الفنيه ايه، مجرد لعب قدام النادي الاهلي بيلعب بشكل مختلف تماما عن هو بيلعب قدام اي فرقه، فبتلاقي القوه بتختلف، الحاله الفنيه لكل لعيب على حده او جماعيا بتختلف تماما للطقطقين. فبالتالي هو ده الوضع. هو بس فريق الفيصلي عمل حاجتين في المباراه. التوفيق حلفه في ان يبقى فيه هدفين في الشوط الاول. لعب بقى على طريق شمال افريقيا في الشوط الثاني. يعني اللعيبه كانت بتاخد اللعيبه حتى ليه بيقعوا واضح زي لعب شمال افريقيا. فريق الفيصلي كان جاي مركز قوي في البطوله. جاي دارس كل الفرق اللي بيلعبها. نتائجه رائعه في البطوله. هو اجتهد يعني بامانه عشان برضه نديهم وننصفهم بشكل كبير. هو جاي مركز معاه مدير فني كويس جدا. بيعرف يقرا الماتش، عارف علاقته كويسه حتى بلعيبته جدا. في كيمياء بينه وبينهم يعني حتى مع الجمهور الفيصلي كمان. ويعني انا اعتقد ان ممكن برضو الفيصلي يكمل سلسله مفاجاته في البطوله. واعتقد انا يعني برضو عشان ندي حقهم يعني انا فوجئت ان فريق الفيصلي في كوره من الكرات بسبع لاعبين بيهاجم النادي الاهلي. صحيح. صحيح. وده في حد ذاته جراءه من اللاعبين وجراءه من المدير الفني كمان. وده دليل ان هو فرقه بتلعب يعني جايه مركزه وعارفه ايه الهدف بتاعها من البطوله. شوف في جزء مهم جدا في البطوله العربيه ان انت كنت محتاج البديل. النهارده كنت بتدور على كل لعيب اساسي في تشكيله الاهلي الاساسيه لعيب بديل. بقى عندك النهارده صالح جمعه كان ظهر الماتش الاخير. لا في البطوله بشكل عام بقى ظهر بجد. يعني النهارده كنت بتتفرج على صالح وانت بتستمتع بلعيب كره قدم مهاري حريف بينقل لك بيدخل لك ال 18 بسهوله مع المنافسين. انت محتاج صالح بقى في الماتشات اللي جايه، ومحتاج تغير كمان فكر صالح للايجابيه على المرمى. يعني هو حريف ولاعيب وبيعمل كل حاجه، بس محتاج تديله حته بقى التلت الاخير بالظبط اللي هو انت بقى تعرف تستفيد من كل اللي بتعمله ده ان ده يبقى النتاج بتاعك. النهارده بقى يمكن شويه حاله الهجوم على محمد الشناوي. لا بس انا شايف الشناوي تواجد النهارده لعيب موجود بقاله موسم ما لعبش كامل. لما يبقى موجود يمكن التوفيق ما حلفوش ان المستوى شويه او كان في تذبذب واهداف منيا بها مرمى، لكن في المجمل بقى عندي حارس تاني. صحيح. بقى عندك مدافعين. مشكلتك النهارده في الماتش الاخير بتاع الفيصلي ما كانش عندك مدافع لان عندك اربع اصابات، فالاصابات كلها بقت موجوده. بدات تلعب باحمد فتحي الراجل باك اليمين عشان يلعب سيرد باك. فبقى عندك مشكله. عندك كمان ان انت اسلام محارب رغم ان هو لسه جاي لكنه اثبت فعلا ان هو صفقه مهمه جدا. يعني النهارده المدير الفني بالظبط وليد ازارو محتاج بس يعني هو لعيب سريع جدا مميز جدا، بس محتاج في اللعب على الارض يتدرب عليها شويه. يعني هو بيلعب بدماغه حلو قوي.
حته بقى وهو في الارض والمهارات الفرديه في المساحات الضيقه دي محتاج ياخد عليها شويه يعني. ده اعتقد يعني لو الكابتن حسام اهتم بيه في الحته دي هيبقى المهاجم المتكامل في النادي الاهلي، خاصه ان هو فرصه اكبر في المشاركه في ظل ان مفيش مهاجم وحيد. وانا يعني بعد اذن حضراتكم بقدم رساله للكابتن عمرو جمال، اهتم بالنادي الاهلي لانك انت المهاجم الوحيد حاليا في النادي الاهلي. النادي الاهلي لا يمتلك مهاجمين بعيدا لا بعيدا عن متعب، ان متعب يعني الموسم اللي جاي هينتهي لكن يعني بص محتاج عمرو جمال يكون عنده فرصه كل لاعب، لان هو كمان هو المهاجم الوحيد للاهلي في المنتخب في ظل اصابه مروان محسن. لو ركز عمرو جمال مع الاهلي وترك فرصه الاحتراف اللي انا شايف المقابل بتاعها ضعيف جدا لا يليق بيه ولا يليق بالنادي الاهلي، هيكون عنده فرصه اكبر ان هو يقود هجوم الاهلي. طيب استاذ اسامه، يمكن في المباراه الاخيره كان في او مش في المباراه الاخيره فقط يعني الجزء التحكيمي لحد ما تغاضى مثلا عن ضرب الجزاء واضحه جدا لصالح هجوم، شوف الحاجات دي لازم الاتحاد العربي يخلي باله منها في جزء التحكيم. طبعا انا عايز اقول لكم ان شاء الله المباراه النهائيه كابتن ابراهيم نور الدين هو اللي هيكون هو الحكم اللقاء، فبالتالي طبعا كابتن ابراهيم حكم دولي، فبالتالي حاجه جميله جدا يكون من مصر. لكن خليني اكلمك على هذه المباراه وهذه اللقطه بالذات، لو كنت شفتها بتاثر بشكل كبير على نتائج المباريات ومع فريق كبير زي النادي الاهلي مطالب دايما بالبطولات. شوف جزئيه التحكيم دي كانت عامله ازاي. بص التحكيم في البطوله من بدايتها تحكيم مستوى انا من وجهه نظري متواضع جدا. تحكيم في كل المباريات، مفيش مباراه ما خرجتش بدون مشاكل تحكيميه. تحكيم دون مستوى البطوله خصوصا ان فيها فرق اسماء كبيره وفرق قويه. اعتقد كمان اختيارات الحكام في بعض المباريات برضو لم يصادفوا التوفيق، كان في برضو سوء اداره من المسؤولين عن التحكيم في البطوله. لكن خلينا نقول ان عشان البطوله لسه راجعه وبقى لها فتره وكده، فخليهم يعني نخلي الاتحاد العربي او اللجنه المنظمه البطوله بيتعلموا في البطوله دي، لازم يتعلموا من اخطائها من اخطائهم فيها. في اخطاء كتير جدا من الناحيه التنظيميه من الناحيه التحكيميه، والتحكيم طبعا مؤثر بطريقه كبيره جدا على نتيجه بعض مباريات البطوله. طبعا الاهلي لا شك له ضربه جزاء على الاقل واحده فقط صحيحه مليون في الميه في مباراه الفيصلي، كانت ممكن تغير نتيجه المباراه حسب تسجيلها او لا. لكن ان الحكم اعتقد كمان هو ظهر مهزوز شويه، مش على قد المباراه نفسها، لكن ده برضو استمرار لمسلسل سوء التحكيم في البطوله. لا وعمل اعتداء كمان على اسلام محارب لاعب الاهلي. انا شفت حكم شفت ازاي حكم يعتدي على لاعب يعني حتى لو بيتكلم معاه يعني. هو انا شايف اسلام ايديه جنبه مش 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 يعني ايده ما بتتحركش، فده يعمل دافع للحكم ان هو يعني الحكم يعني ما يحركش اي جنب يعني. هو تاكيدا لكلام اسامه مهم ان انت لو هتعمل بطوله لازم تكون متكامل، لان النهارده الجزء الرئيسي في اي بطوله هو التحكيم، هو اللي بيغير شكل البطوله، هو اللي بيقول ان الفريق ده ياخد حقه ولا انت بتساعد فريق تاني بدون قصد، مش هنقول بقصد. تمام. بس الاخطاء هي جزء مثير في كره القدم، لكن مش كل الاخطاء بتكون لصالح اللعبه وممكن تضر بفرق كبيره وتاثر بيها النادي الاهلي. خاصه ان هو لو عنده يمكن اسامه لو بيتكلم على ضرب الجزاء صحيحه، لا ده في اتنين كمان منهم واحده واضحه جدا لوليد ازار والدفعه اللي اتعرض عليها اللي نخرج من النقطه دي ان بعد كده لجنه التحكيم في الاتحاد العربي تقدر تختار يعني احنا عندنا انا اعتقد الكابتن عصام اسماء كبيره فتحية. جدا اسماء كبيره جدا على العرب، اسماء حكام كويسين جدا يعني. لازم يكون برضه في الاسماء يعني اسماء قويه، اسماء تقدر تشيل مباريات بين فرق كتيره يعني. خلينا اقول برضو ان الحكم اكيد هو ما يقصدش ان هو يعمل كده يعني، مش تحكيم موجه يعني، لكن برضو يعني هو يعني لازم اختار الحكم اللي على قد المباراه. الحكم نفسه طلع يعني طالع مش على قدر مستوى المباراه نفسها. لو هنتكلم عن مباراه الاهلي والفيصلي بس، انما انا تابعت البطوله كلها، المباراه البطوله فيها اخطاء تحكيميه كبيره جدا يعني. فيها اخطاء تحكيميه كبيره يعني، في اسماء برضو يعني في اسماء تحكيميه اكبر من كده في الدول العربيه يعني. الدول العربيه طبعا يعني خلينا برضو نقول ان يعني مع الاعتراف طبعا ان اخطاء التحكيم جزء من اللعبه من كره القدم يعني، لكن برضو لازم يعني اخد الاسباب يعني اخطاء يعني اخد الاسباب الاول عشان اقدر يعني اطلع يعني. مفيش حكم ما بيطلعش بدون اخطاء اكيد، لكن الحكم الكويس هو اللي بيطلع بادنى باقل عدد من الاخطاء في المباراه. والتوقيت كمان بتاع البطوله كابتن فاروق كان احنا لسه كان الاستاذ اسامه بيتكلم يعني التوقيت ان الاتحاد العربي او بالتنسيق مع اتحاد الكره مره واحده بقى في بطوله عربيه مره واحده لازم الاهلي يشارك والزمالك، والتوقيت بالنسبه للاهلي كان عنده حاجات اهم ان هو يستعد لها
مع الاحترام للبطولة العربية والوحدة العربية، لكن التوقيت، اختيار التوقيت كان مهم جدا ان انت تقدر تعمل بطولة انجح بكده بكتير. بداية، هنقول بداية موفقة للعودة للبطولة العربية، لان هي كان ليها شكل سياسي ابعد منه في الناحية الرياضية، لكن في المجمل محتاجين لما نعمل بطولة نعمل بطولة قوية صحيح تليق بال هي كانت بالفرق المشاركة. العودة مهمة بغض النظر عن التوقيت طبعاً. وفي نفس الوقت بقى يعني خلاص انت بتشوف ايه اخطائك في بعد العودة دي، وخصوصا ان بقى لنا فترة كبطولة عربية، وتم اختيار مصر طبعا ان هي تبقى هي المحتضنة. عايز اقول لكم ان ممكن بطولة عربية السنة او السنة الجاية ممكن تبقى مش في اي دولة عربية، ممكن تبقى في انجلترا في لندن، فده حاجة بالتفكير اعتقد السنة الجاية يبقى صعب يا كابتن. السنة الجاية في كاس عالم 2018، فهيكون الاجنده زحمه قوي يعني. لا مش بدل على الزحمه، لا البطولات كلها لازم تنتهي في شهر 5، بعد كده بقى التوقيت صعب. انا اعتقد السنه الجايه يعني هو ده التفكير عند اللجنه المنظمه للبطوله العربيه، ان يبقى في لندن ما تبقاش ايه الاهميه ايه الاهميه ان البطوله العربيه من ناحيه تسويقيه مثلا، من ناحيه تسويقيه من ناحيه ما هو انت ما هو النهارده يا اسامه انت ما بتيجي بتشوف ماشي. انا معاك ان هي ناحيه تسويقيه، انك انت بطوله عربيه، لما بطوله عربيه لما تقود تلعب في اوروبا يبقى ما فيش موجود تلعب في السعوديه، تلعب في الامارات، تلعب في الكويت، عندنا دول عربيه كتير يعني. هي تفكير تسويقي فقط. غير انا قبل بس ما انتقل لجزئيه كاس مصر ورايكم في المباراه القادمه للنادي الاهلي وطوي صفحه البطوله العربيه، عايز بس اسال حضرتك استاذ اسامه على صفقات الاهلي اللي شافها، الصفقات الجديده، وجود اسلام محارب، وجود وليد ازارو، راي حضرتك برضه فيها. يمكن استاذ احمد قال رايه في جزئيه يعني. انا برضه يعني اعتقد من خلال المستوى اللي هم ظهروا عليه، اعتقد ان اسلام ووليد صفقتين كويسين جدا للاهلي، وعوده احمد الشيخ طبعا عوده احمد الشيخ يعني برضو لسه برضو يعني اللعب في الاهلي او في الزمالك او في الانديه الكبيره يعني يختلف تماما عن اللعب طبعا في الانديه الثانيه، حتى لو كانت الانديه دي محققه يعني حققت مراكز كويسه. لكن اعتقد ان وليد ازار واسلام محارب مكسب كبير جدا للاهلي. ممكن يعني هيكون لهم لعيبه كلهم دور كبير جدا في الفتره اللي جايه. لكن انا برضو انا شايف ان عمرو بركات، مش عشان برضو كان هو سجل هدفين، ان عمرو بركات يعني الفرصتين اللي خدهم في البطوله الدقائق اللي لعبهم، اعتقد ان هو لاعب مقنع طبعا. لاعب برضو عاوز برضو يعني يتصبر عليه وياخد فرصه، اعتقد برضو ان الاهلي يستفيد منه الفتره. طيب خليني اكلمك بقى يعني كاس مصر النادي الاهلي خلاص ابتدى النهارده تدريباته وشغال على هذه المباراه امام سموحه، الفريق القوي، الفريق العنيد اللي عنده مجموعه يعني مميزه من اللاعبين، برغم طبعا عدد الاصابات اللي جات له على مدار موسم رباط صليبي. يعني طبعا فريق حظه سيء في جزئيه الاصابات دي، ولكن فريق مميز كونه يوصل للدور قبل النهائي. اعتقد ان النادي الاهلي هيقابل فريق عنيد، عايز برضه طموحه موجود انه يوصل للمباراه النهائيه. ده كلام منطقي جدا ومظبوط جدا، خصوصا ان في جهاز فني جديد مع الفريق مع سموحه، فاعتقد برضو ان كل يعني كله دافع ان هو عاوز يعمل نتيجه كويسه في اول بطوله رسميه ليه مع النادي السكندري. سموحه فريق كويس جدا، فريق منظم، فريق فيه لعيبه برضو مستواهم كويس جدا، على الرغم ان في بعض اللاعبين مشوا منهم اسلام محارب، ان هو فريق كويس بيعرف يجيب صفقات كويسه. ماتش طبعا صعب جدا، بطوله كاس مصر بطوله لا تستطيع ان تتوقع بالنتيجه مهما كان صحيح. للطرفين بطوله، هو ماتش واحد، ممكن لعبه واحده تخلص المباراه. اعتقد ان الاهلي دوافعه برده قويه جدا، خصوصا ان بقى له اكتر من 10 سنين او 12 سنه لم يحصل على لقب البطوله دي معلش يا استاذ يعني انا بكلمك، هي دي اللقطه اللي يعني فعلا هي حاجه يعني لقطه مستفزه من الحكم طبعا خالص بصراحه طبعا. لا يعني ما كانش ينفع يعمل كده، بس هو طبعا لعيبه النادي الاهلي انا مش عارف انا لو انا مكان اسلام محارب وباخد البوكس هرد بغض النظر بقى هو الحكم عامل ايه، لكن انا دايما لعيبه النادي الاهلي تلاقيهم بيلتزموا بشكل كبير، ودي بتدل على نظام ووفقا لمبادئ معينه جوه النادي، ان لا انا حتى الحكم برغم ان هو بيعمل معايا كده لكن انا ما جيتش جنبه. اصل لو حصل مع فريق تاني كنت شفت اعتقد ان التصرف ده مين لازم وضروري مين فريق بقى مش عارف ان الحكم لازم معلش في الغلط يا احمد الحكم لازم يتعاقب في الموضوع ده. واعتقد ان دي لو بطوله تتبع للاتحاد الدولي، احنا عارفين ان خلينا في الاول برضو نكون واضحين مع نفسنا، اسلام نفسه بيتكلم يعني بيتكلم معاه بيوجه له كلام فقط من غير ما يبقى حتى لو كان اعتراض اللاعب برضو اعتراض نراه خارج عن اللوائح او القانون، ما ينفعش يكون رد فعل الحكم كده. بس يعني افترض ان هو لاعب تاني اهوج او غريب يا اسامه في الحكم يرد الضرب حواليه. لا الغريب كمان في 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 الحكم في المباراه دي كان مهزوز، انا مش عارف ليه يعني ايه السبب من الاول، هو كان مهزوز خاصه وظهر بشكل اكبر في الشوط الثاني.
يعني اهتزازه الغير مبرر ظهر بصوره مفزعه في الشوط الثاني, وده اللي اثر على 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 المباراه. صحيح. يعني هو ده اللي يعني خرج خلى المباراه تخرج عن الاطار الفني الى اطار العصبيه واطار تضييع الوقت واطار النهارده لما تيجي تدور على اللعيبه عشان تلعب الكوره. يعني النهارده الضربات الركنيه او رميات التماس, لو انت النهارده كنت لعيبه الاهلي بتجيب لعيبه الفيصلي عشان تلعب. لا هو 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 كان يعني فين دون مستوى المباراه يعني خلينا ما هي الفكره يعني الفكره بص الفكره اسامه ان انت بتتكلم مع فريق كبير اللي هو الاهلي. النهارده لما تبقى عنده الاخطاء دي بالطريقه دي, بان الراجل ماسك الكره بايده يعني ما يعني الكره ما خرجتش, هو ما شافهاش يعني عشان برضه بس وقفت الكره, هو ما شافهاش الكره وقفت الكره يعني يعني بس هو يعني صالح راجع كده والكره وقفت كده فطبيعي خطا. طالما تمركزه خطا يبقى هو صح. انا معاك في دي, انا في حمل فتحت الكاميرا بعيد شويه, لما فتحت الكاميرا كان واضح جدا ان هو واقف وفي حد حتى هو بيحاول يبعد عن اللعيبه عشان يشوف, بس هو كل اخطاء في مهم جدا. ليه تقنيه الفيديو لم تستخدم في البطوله العربيه دي؟ بقى اللجنه المنظمه انا اعتقد الكابتن عصام فتاح المفروض هو يرد على الكلام ده. حاولنا هنا في الدوري المصري بس هو في الدوري المصري بقى في الدوري العربيه احنا نضحك الناس علينا يعني جايبين كشك عصير وحاطين عليه شاشه وقاعدين نتفرج عليه. لا 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 مش ده حكم فيديو خالص نشوف في مصر تهريج, ده صندوق الدنيا بتاع زمان بتاع الاطفال اللي كانوا بيتفرجوا فيه. لا 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 نضحك الناس علينا. خلينا اكلمك استاذ احمد يعني ملف كاس مصر عشان عايز اخش على اللائحه الاسترشاديه و جزئيه كبيره ومهمه جدا للنادي الاهلي. بكره في مؤتمر صحفي للمهندس محمود طاهر, طبعا اعتقد انه مؤتمر مهم جدا هيوضح فيه اللائحه الاستشاريه اللي هي الخاصه بالنادي الاهلي وتوضيحها للجمعيه العموميه للنادي الاهلي. لكن خليني اللائحه الداخليه, انا اسف, للنادي الاهلي. خليني اقول لحضرتك كاس مصر بالنسبه للنادي الاهلي بعد غياب واهميه المباراه الفاضله. فريق الاهلي مطالب في مباراه سموحه ان هو يحقق الفوز, يعني ما عندوش حسابات ثانيه غير الفوز, لانه مطلوب منه ان هو يعيد الى الاذهان الانتصارات وتعويض الخروج اللي في العربي. الاهلي هيكون مستعد لكل نجومه, ابرزهم اعتقد النهارده مؤمن زكريا كان موجود في التدريبات وعاد, عماد متعب رجع بقى لسه في شويه تركيز, وليد سليمان رجع. القوه الضربه اللي بتحرك النادي الاهلي رجعت, شريف اكرامي هيكون موجود, هو ده القوه الاساسيه بتاعتك. عندك النهارده 3 4 لعيبه مهمين لما يكونوا موجودين شكلك بيختلف. يعني ما فيش فريق بيقف على لاعب, لكن في مجموعه, في النهارده عندي 4 5 لعيبه لما يكونوا غايبين اكيد لازم اتاثر. صحيح. على عكس ما فرقه ثانيه بيغيب منها لعيب واحد بتقف. فالنهارده النادي الاهلي انا شايف ان هو قادر ان هو يحقق الفوز على سموحه رغم الفريق العنيد اللي حضرتك بتتكلم بيه. لكن انا دايما في التجارب كرة القدم لما يكون في مدير فني جديد على فريق بيكون لسه ما قراش الفريق اللي هو بيلعب. هو ده يعني انا اعتقد ان النادي الاهلي هيكون, ولا بيبقى حماس اللاعبين عايزين يوروا اكتر للمدير الفني فبتبقى ممكن يعني يكون حماس اللاعبين بس مش في المباريات دي. يعني مش في المباريات لو في مباريات الدوري ممكن, لكن المباريات اللي بتبقى هي مباراه واحده فبيبقى فيها حذر. طب اقول حاجه, انا كنت متخوف من مباراه الفيصلي جدا, كنت يعني ان احنا يحصل حاجه في ايه في المباراه الاخيره مباراه الفيصلي, لان هو فريق زي ما بتقول ايه عنده الطموح. فريق اللي عنده طموح لازم تتجهزه بشكل مختلف تماما. بص يا كابتن, الاهلي والزمالك ما استعدوش للبطوله العربيه لان هم فعلا مرهقين. يعني هيكون بس منصفين يعني خارجين من دور طويل جدا, وافريقيا كمان كانت متعبه جدا لغايه لما الاهلي صعد دور الثمانيه. يعني انت بتتكلم الاهلي صعد في اللحظات الاخيره بالحسابات, فالاهلي صعد, ده كله حمل على اللعيبه بالاضافه للمنتخب بالاضافه للسفر بالاضافه لان هي اللعيبه دي اللي بتلعب بس, فما عندكش وقت ان انت كنت تلعب بطوله عربيه, شاركت في البطوله العربيه فلازم الناس تكون اهدى شويه على النادي الاهلي. يعني الناس بصراحه لازم تخف شويه على الهجوم الكبير جدا والمستمر جدا على الفريق. الفريق كسب بيتهاجم, خسر المفروض الطبيعي يتهاجم. صحيح. لا اكسب اتهاجم ليه؟ يعني الاهلي انا ما بشوفش بيتعادل, الاهلي بشوفه بيكسب. فوز الاهلي لصالح الجماهير لصالح الجميع, الناس بقى عندها حاجه ثابته جدا ان النادي الاهلي لازم يتهاجم, اي خطا او اي امر يحصل في النادي الاهلي بيبقى اكبر بكتير جدا من الطبيعي. المفروض النادي الاهلي النهارده عنده مباراه سموحه فيها التركيز الاكبر, هي الاهميه, هي المباراه المهمه للمشوار دلوقتي. الاهلي مطالب ان هو اللعيبه تادي بشكل افضل, تقدم مباراه قويه, تعيد للجماهير اهميه ان هي الفريق قادر على الخروج من اي ازمه في تحقيق الفوز على سموحه. انا شايف
ان الكابتن حسام بدري قعد مع اللعيبه اتكلم معاهم خلاص انتهى ملف البطوله العربيه خلينا نركز في مباراه كاس مصر ولسه كمان عندك افريقيا وهي الاهم مش هو الافريقي هو الاهم لان هو الحلم الاكبر في الوصول الى نهائيات كاس طبعاً. العالم هو ده يعني بعيدا بقى عن الدوريات المحليه الاهلي خد كاس خد دوري ما يعني كسب خسر بقى عنده كتير منهم افريقيا هي الاهم حلوه دي بقى عنده كتير منهم اه طبعا الاهلي بقى عنده يعني انت النهارده لما تيجي تعد بطولات محمد فاروق مع الاهلي لوحده اكتر من بطولات الانديه كلها عد بقى انديه مصر كلها كده جمعهم هتلاقي لعيب واحد في الاهلي بس اكبر منهم كلهم كلام حلو طيب انا موافق وانا موافق خليني انتقل لجزئيه مهمه هي الانتخابات خلاص قانون الرياضه طلع للنور في كلام ان على يعني اخر 12 يكون سواء الاتحادات الرياضيه كلها والانديه المصريه كلها لغايه 29/12 بالظبط 29/11 قصدي يكون في كل الانتخابات 29/11 اوكي يعني احنا ما اختلفناش كتير ولكن خليني اقول لك ان كل الانديه والاتحادات لازم تكون خلاص انتخاباتها الخاصه بها بكره المهندس محمود طاهر عنده مؤتمر صحفي بيوضح فيها الجمعيه العموميه الكبيره جدا نادي الاهلي جمعيه عموميه كبيره عدد افرادها كبير جدا 20,000 بالظبط كده فبالتالي بيوضح فيها اللائحه الداخليه اللي تم الاتفاق عليها من طبعا اللجنه اللي كانت موجوده يعني برضو راي حضرتك في ان اللجنه الاولمبيه بتحاول تعرقل بشكل كبير مجهودات النادي الاهلي في الجزئيه دي بالذات نتيجه طبعا يعني عايز اقول لك النادي الاهلي هو يعتبر قلعه عرقلته اعتقد مش في صالح الكره المصريه او في الرياضه المصريه بشكل كبير اساسا بص يا ريس يا كابتن محمد في البدايه عاوز اقول بس ان فلسفه القانون دي فلسفه القانون اللي هو الجديد اللي اتعمل ان يكون تعظيم دور الجمعيات العموميه جميل جدا يعني المفروض الجمعيات العموميه هي اللي تعمل لوائح جميل جدا طب لما تيجي بقى اللجنه الاولمبيه هي اللي تعمل اللائحه دي يبقى هي اللي تعمل اللائحه يبقى فين تعظيم دور الجمعيه العموميه ده رقم واحد رقم اتنين اللي انا اعرفه ان المفروض اللي يعمل لائحته هي الجمعيات العموميه للاتحادات والجمعيات العموميه للانديه تمام جه مجلس اداره اللجنه الاولمبيه برئاسه المهندس هشام حطب عمل لائحه استرشاديه جميل لائحه تطوع تطوع يعني عمل لائحه تطوع انه يعمل لائحه عشان تفرض على الانديه والاتحادات بعد اللائحه الاسترشاديه دي احنا كان المفروض القانون الرياضي الجديد يخلصنا من فكره الاب الروحي او المتحكم في مصير الانديه والاتحادات والاب الروحي كان قبل كده ايه الاب كان وزاره الشباب والرياضه دلوقتي خلصنا من الاب طلع لنا جزء ام يعني احنا خلصنا من الاب طلع لنا جزء ام تمام ان كل صلاحيات اللجنه وزاره الرياضه اللي كانت بتعملها في القانون سحبتها خدتها اللجنه الاولمبيه يعني ايه اللي اللجنه الاولمبيه تفصل لوائح لبعض المقربين وبعض اصدقائها في الاتحادات لان هم اللي عاملينها انا انت اللجنه الاولمبيه يا كابتن هشام حطب رحت لاتحاد السباحه اديته قلت له بعت لي اللائحه اللي نعملها رحت لاتحاد الطايره بعت لي لائحه نعملها رحت لاتحاد السله عملت لائحه وضفت بند واحد لبند التحكيم وحطيت عليه كفر ان ده صادر من اللجنه الاولمبيه طب ما عملتش كده ليه مع الانديه ليه ما عملتش مع الانديه ازاي يكون بيتناقش لائحه خاصه بالانديه في مجلس الشعب وما يحضرهاش ولا نادي باستثناء نادي الاهلي اللي راح بدعوه شخصيه او وديه من الاستاذ محمود حسين او من الدكتور محمود حسين عضو لجنه الشباب والرياضه في البرلمان يعني اللجنه الاولمبيه تجاهلت الدعوه يجي يقول لك لا مش انا اللي بوجه الدعوه اللي بوجه الدعوه هو المجلس النواب طب يا سيدي مجلس النواب قال لك وجه الدعوه انت تجاهلت كده كمان انت قاعد حبايبك بتمشي لهم اللي هم عاوزينه والناس اللي معاك على خلاف انت بترفضه يعني حتى هذه اللحظه لم يتم ارسال اللائحه الاسترشاديه اللي انت بتوزعها على كل الاتحادات على اتحاد العاب القوى واتحاد التجديف عشان انت على خلاف مع وليد عطا مع الدكتور وليد عطا رئيس الاتحاد العاب القوى وعلشان المستشار خالد زين رئيس اتحاد التجديف على خلاف معاك ان انت مشيته من اللجنه باتفاق مع الدكتور حسن مصطفى اللي هو عضو اللجنه الثلاثيه. طيب دلوقتي اللجنه الثلاثيه دي كانت معموله ليه؟ يعني معلش الكلام بيودينا من نقط بيدخلنا من نقط لنقط اللجنه الثلاثيه دي معموله لاداره شؤون الرياضه المصريه او للتدخل في الخلافات لحين اصدار قانون الرياضه تمام. طب قانون الرياضه صادق ليه اللجنه دي موجوده لغايه دلوقتي يعني ليه اللجنه دي موجوده لغايه دلوقتي كمان انت قلت ان الفرع اعضاء الفروع ليس لهم حق الحضور في الجامعات العموميه يعني
نادي الاهلي او نادي الزمالك او نادي الزهور، خلينا نادي الزهور لان في واقعه معينه في نادي الزهور صدرت مشي عليها الكلام ده، انت منعت نادي الزهور انه اعضاء فرع التجمع الخامس يكون لهم حقوق الاعضاء الاصل. ازاي انا راجل عضو في نادي في فرع بقى في التجمع في السادس من اكتوبر في بلاد الواء الواء تحرمني من حقي اللي بيحصل عليه نفس زميلي اللي انا انطبقت عليه نفس الشروط العضويه اللي انا انطبقت عليه؟ بمعنى يعني انت قلت نادي الزهور ده فرع التجمع ما يدخلش في الجمعيه العموميه، اترفع قضيه كسبها نادي الزهور، تمام كسبها نادي الزهور، خطاب من مديريه الشباب والرياضه اللي هي تابعه لوزاره الشباب والرياضه في 26/7/2017 بقى حقيه حضور فرع الزهور بالتجمع الجمعيه العموميه بناء على حكم محكمه وحكم قضائي صدر في 3/7/2017. يجي المهندس خالد عبد العزيز او هشام حطب يقول لك ان اي شيء صادر قبل صدور القانون قبل صدور القانون لن يعتد به. طب ازاي عاوز تعمل باثر راجع يتطبق بند الثمان سنين على بعض الاتحادات عشان تحرم ناس منافسه لناس اصدقائك في الاتحادات؟ طيب اقول لك واقعة لطيفه جدا، لجنه التحكيم اللي تشكلت وتم اعراض وتم ايه خلاص اصدارها، قبلها قبل ما يتم اصدار اللجنه دي او قرار بمركز التحكيم اللي هو الصادر التابع للجنه الاولمبيه، في شكوى راحت من خالد حموده رئيس الاتحاد ضد هادي فهمي رئيس الاتحاد السابق مع احتفاظ بالالقاب للجميع، راحت للجنه الاولمبيه. تيجي تسال اللجنه الاولمبيه شكوى بايه؟ ان هو اهان رئيس الاتحاد الدولي ان هو الدكتور حسن مصطفى، ده علشان هشام حطب وخالد حموده ما يقدرش يرفضوا طلب من الدكتور حسن مصطفى، لانه يعني الراجل له نعم له فضل كبير عليهم هم الاثنين، يعني ما يقدروش يرفضوا له حاجه. عملوا شكوى وهميه ان الراجل ده عاوزين يحرموه من الانتخابات. طيب مين اللي هيحكم فيها؟ مين اللي هيحكم فيها قبل ما يصدر فاللجنه مركز التحكيم اللي هو راسه هشام حطب بيجي يقول لك لا ما مش انا مش هحكم، ده في محكمين كل واحد هيجي يختار. يا سيدي الشكوى جات لك بدون موافقه مجلس اداره اتحاد كره اليد، الشكوى جات لك لم تعرض على مجلس اداره اللجنه الاولمبيه، وانت مشيتها وعاوز تمشيها علشان تجامل الدكتور حسن مصطفى، كل ده ليه؟ علشان هادي فهمي مش على هوا الدكتور حسن مصطفى. حسن مصطفى اللي بقى انا بعتقد يعني انا كان من وجهه نظري طالما الناس سمحت له بده كله كان هو يجي يدير الرياضه المصريه، يبقى وزير الشباب والرياضه او اللجنه الاولمبيه. يجي الدكتور حسن مصطفى يدخل في مركز التحكيم، يجي الدكتور حسن مصطفى كل واحد في مركز التحكيم ده قدامه الصفه بتاعته، يعني هشام حطب بصفته رئيس اللجنه الاولمبيه. استاذ عصام عبد المنعم الكابتن عصام عبد المنعم ممثل الالعاب الرياضيه، كابتن محمد علي رشوان النجم الكبير بتاع الجودو بطل الجودو العالمي والاولمبي ممثل الالعاب الفرديه، واحد ممثل وزاره الرياضه، واحد ممثل من القضاء الاعلى. طب السيد الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكره اليد، يعني هو داخل بصفته رئيس الاتحاد الدولي لكره اليد، يعني لو كريستوفر كولومبوس مسك اتحاد اليد الدولي هيجي يبقى عضو في لجنه التحكيم دي؟ انا عاوز يعني عاوز حد يفسرها لي. يقول لك ده عشان اعلام الرياضه المصريه، طب الرياضه المصريه مليانه اعلام، مليانه ناس كتير ماسكين مراصب دوليه، دكتور عمرو علواني مثلا، دكتور وجيه عزام مثلا، وفلان في الاتحادات الدوليه، اشمعنى الدكتور حسن مصطفى؟ شوف يا اسامه دي حاجه انا بس حاجه غريبه قوي، اللي انا اعرفه ان الدكتور حسن مصطفى دايما بيحب الكوره رقم واحد، ازاي اصلا يوافق ان هو يبقى عضو في لجنه رقم 5 ولا رقم 6؟ لا هو انا كمان يعني كل المصالح كلها انا كمان تعقيبي بتتطابق مع بعض، يعني تعقيبي مش على الدكتور حسن مصطفى بس، الـ كمان على الكابتن عصام عبد المنعم. يعني كابتن عصام قيمه كبيره جدا سواء على المستوى الرياضي او على المستوى الصحفي، انا على المستوى الشخصي شايف ان هو كان المفروض لو احنا هنختار كابتن عصام كان اولى ان هو يكون رئيس اللجنه. مش لا هو رئيس اللجنه بيجي بصفته ان هو رئيس لجنه اولمبيه، يعني رئيس مركز التحكيم. خلينا نفترض معاك ماشي اسامه، لو في انتخابات اللجنه الاولمبيه لم ينجح هشام حطب. لا هو قال لك مؤقتا، ده سؤال مهم جدا برضه انت كنت عاوز يعني خليها مؤقتا. مثلا هو يعني النهارده طب النهارده لو الاحكام اللي خدها هشام حطب هتمشي ولا مش هو قال لك هو انا سالت السؤال ده قال لك ده هو مؤقتا لغايه الانتخابات، ده هو مكتوب هنا 4 سنين بالظبط. ما انا بقول لك عشان كده بقول لك ساعتها بقى يطلع جراب لا انا اقول لك بقى ان انا بطوع بيه اللوائح والقوانين حسب مصلحتي او حسب ما انا عايز، ساعتها بيطلع بقى القانون افسر ده وما افسرش ده أنا واعمل ده زي الماده بص يا استاذ احمد زي الماده الرابعه من قانون الرياضه، يعني مثلا اللي هم قاعدين بيخوفونا بيها اللي هي بتقول ان اللجنه الاولمبيه هي اللي تضع اللائحه الاسترشاديه،
اصل الماده دي انا حدود علمي انها اصلا ما كانتش موجوده في القانون في مشروع القانون. لا هي ايه علاقه بس هي حوالي. وكمان مخالفه للماده الثالثه. عاوز بس ادخل بقى للنقطه المهمه اللي هي موضوع بس انا بس ايه إيه علاقه إيه علاقه لا ايه علاقه اللجنه الاولمبيه باللائحه التشريعيه؟ النهارده انت عملت قانون رياضه اسنيت قانون بتدي الانديه والاتحادات حق ان هم يعملوا لوائح. تمام. اللجنه الاولمبيه اشترف في الموضوع. اذا انتقلت الوصايه من وزاره الشباب والرياضه الى اللجنه الاولمبيه. انا بقول لك يبقى انت النهارده بقت بدل الوزاره بقت اللجنه الاولمبيه. يبقى النهارده انت ما عملتش اي حاجه زي ما احنا يبقى احنا لا عرفنا نستفيد من القانون اللي احنا بدانا نتغنى به. النهارده في شخص معين واحد فقط مش كل الناس اللي انت اتكلمت عنهم في اللجنه الاولمبيه واحد بس هو اللي حط القانون بتاع سوريا هو اللي حط اللائحه الاستشاريه في اللجنه الاولمبيه شخص واحد فقط. تمام. فقط وانا عارف انا بقول ايه. وتم تعديل بعض البنود عليه بعد شكوى للاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الدولي اتكلم مع الدكتور حسن مصطفى وقال له يا دكتور انتوا بتتكلموا في قانون واحنا بنتباهى ومبسوطين ان مصر بقى فيها قانون. ايه اللي حصل النهارده؟ عاملين مواد على الهوا ليه؟ فالناس كلموا بعض فرجعت تاني شالت المواد دي. يبقى النهارده انت بتتكلم في تفصيل تفصيل لوائح شخصيه. انا كان الاولى باللجنه الاولمبيه بصفه ان ليها تدير ان هي تترفع عن كل هذه الامور وتعطي للانديه والاتحادات والجميع حقك. اعمل لائحه اللي انت عايزها تحط 8 سنين تحط 10 سنين تحط 50 انت حر. انا بقول لحضرتك طيب في البدايه ما انا بس انا هكمل لك هكمل لك تعظيم دور جمال عمية. يا اسامه انت سحبتني يا اسامه الدكتور انت كلامك يا اسامه الدكتور حسن مصطفى هيحضر الاجتماعات دي يعني النهارده لو في شكوى الدكتور حسن مصطفى هيحضرها يعني هيجي بشكل مستمر من سويسرا او على حسب ما هو موجود عشان هو قال التشكيل ده يعني المركز التحكيم ده مش هو اللي مش اللي هيصدر القضايا وكده. لا في اللي هو هيناقش يعني هنناقش ده مجلس بس اعتقد ان هو ده اللي هيناقش. لا انا هناقش على اونلاين يعني نبعت لبعض على يعني على الواتساب ونشوف. بص يا احمد هو الاهم ده كله انا بس بكلمك بصفتك ان انت متخصص في الالعاب اللي انت بتقول ان هو بيقول لي ده زي كابتن فاروق تعظيم دور الجمعيه العموميه. تعظيم دور الجمعيه العموميه ده لا ما فيش دور للجمعيه العموميه. انت كده انت بتعمل اللي انت دلوقتي وبتجبرنا عليه. انا بس عايز الكلام اللي بتقوله ده اروح بيه للنادي الاهلي. تمام. الجمعيه العموميه دخلك انا في النادي الاهلي بقى كمثل من الامثله انا دخلك في النادي الاهلي بنتكلم فيها. الماده الثالثه من القانون بتقول ايه؟ تتولى الجمعيات العموميه للجنه الاولمبيه واللجنه البرلمبيه والاتحادات الاولمبيه واعضاء الجمعيات العموميه للاتحادات الاولمبيه. اعضاء الجمعيات العموميه للاتحادات الاولمبيه اللي هي الانديه ده الاهلي بقى والزمالك وباقي الانديه. وضع لوائحها ونظمها الاساسيه بما يتفق مع الميثاق الاولمبي والقانون. جميل. ده دي الماده 3 في القانون نفسه. في القانون نفسه حطهولي يعني انا اللي احط انا الجمعيات العموميه هي اللي احط تعمل اللائحه بتاعتي. انت بتعملها لي ليه؟ وحد قال لك ان انا عاجز؟ حد قال لك انت عاجز؟ طيب انت ازاي حددت نسبه الانديه؟ ازاي حددت نسبه الحضور اللي هي 8% و12% و12500 وكده؟ انت حددتها ليه؟ انا مختلفه كل نادي ومختلف جمعياته العموميه. هو عاملها نسبه حسب الاعضاء. طب ازاي انت بقى كوزاره رياضه ازاي انت كلجنه كمديريات انت هل انت مثلا سالت للانديه دي مين له حق حضور الجمعيات العموميه؟ خلي بالك احنا النادي ممكن تلاقي 120 الف عضو. تمام. وتلاقي مثلا 80 الف هم اللي مسددين الشراكات وهم لهم حق الحضور. تمام. فهنا العدد بيختلف. انت كلجنه كوزاره او كلجنه اولمبيه سالت الانديه مين عندكم له حق الحضور ده؟ هتقول لي لا ما سالتنيش. مفيش جواب راح للاهلي ولا الزمالك ولا الصيد ولا الجزيره كل انديه القاهره. طب ازاي راح اسكندريه؟ طب ازاي يروح اسكندريه؟ ازاي يتم مديريه شباب الرياضه في اسكندريه تبعته تبعت الجواب ده والمديريه هنا في القاهره ما تبعتش؟ هل ده مثلا عشان نادي سموحه مثلا عشان المهندس فرج عامر رئيس مجلس شباب الرياضه اللي فيه مثلا الراجل كان موجود معاهم يعني وكده وفي علاقه وديه وجميله بينه وبين هشام حطب او بينه وبين وزاره ما اعرفش ما تعرفش في حاجات غامضه يعني. طب ازاي انت بتحط لي الماده دي الماده الثالثه وهي بتخالف اصلا طب احنا الماده الرابعه من الاصدار في القانون اللي بيقول لك قانون رياضه طب استاذ اسامه استاذ احمد يعني ما دام احنا بنتكلم على الجمعيات العموميه وعددها ويعني النادي الاهلي بالعدد الكبير هل في قانون في قانون الرياضه او ماده في قانون الرياضه بيتكلم على ان ما ينفعش تقام على يومين؟ لا مفيش حاجه كده. بص يا كابتن مفيش اي بند او اي قانون يعني انا ممكن مفيش اي أنا قانون او جمعيه عموميه اقدر ان انا اشتغل على يومين. اللائحه تيجي تفسر القانون او توضحه لو حاجه غامضه. ده انت جاي بتعمل لي لائحه بتخالف القانون اصلا. انت حاطط لي لائحه بتخالف القانون. اصلا ما فيش حاجه في القانون بيقول ان اللائحه احنا عندنا التشريع الاول دستور قانون ولوائح مفسره. خلاص الدستور والقانون
ماشيين في سكه ولا احنا ماشيه في سكه ثانيه خالص. لا اصلا ضد القانون ده. لما تيجي تقول لي ما تعملش لا انا ما بتكلمش عشان مضر النادي الاهلي ولا عشان في قناه النادي الاهلي، انا بتكلم كقانون. حد يطلع يقول لي بند في القانون او ماده في القانون وبتخالفه، انت بتعمل لي قانون بتخالفه ليه؟ انت اصلا عندك القانون نفسه في مواد مخالفه لبعض. يعني في مواد متضاربه، يعني في ماده متضاربه، وكان الناس كانت قاعده مثلا متضايقه او قاعده زعلان او قاعده مش مركزه. يعني مفيش ماده في القانون تقول اعمل الجمعيه العموميه في الفرع او في الاصل. مفيش ماده في القانون بتقول اعمل الجمعيه العموميه على يوم او على اثنين. اجراءات الجمعيه العموميه وانعقاد الجمعيه العموميه دي حاجه اجرائيه ينظمها النادي او ينظمها الاتحاد. تمام، ما يجيش نظامها اللجنه الاولمبيه او تيجي تنظمها لها الوزاره. احمد رايح هدف في الجزئيه دي، وعايز اسال يعني كان في لائحه موجوده للكابتن حسن حمدي، لائحه خاصه برضو بنفس، يعني ما تيجي نبص عليها، يعني هي معايا لو انت كنت قريتها استاذ احمد قبل ما نخش. اعتقد ان نفس الاسلوب او نفس اللائحه اللي موجوده حاليا المهندس محمود طاهر بيحاولوا يعملوها طبعا ويدوها للجمعيه العموميه الخاصه بالنادي الاهلي، ما فيهاش اي اختلاف. فبالتالي في كلام ان المهندس محمود طاهر مش عايز ينزل اعضاء معينين، كابتن محمود الخطيب بالاسم يعني، فبالتالي وبند الثمان سنوات. الموضوع ده يعني لما تيجي تبص للائحه كابتن حسن حمدي وايضا الماده 12 تقريبا هي موجوده تقريبا في اللائحه الخاصه بالنادي الاهلي حاليا في التوقيت ده، او اللي بتتحضر انها تبقى موجود للجمعيه العموميه، الا يكون قد سبق انتخابه في مجلس اداره النادي لدورتين متتاليتين او 8 سنوات ما لم يعد على ذلك 4 سنوات او ما يمضي على ذلك 4 سنوات ميلاديه على الاقل. فبالتالي كده كده كابتن محمود الخطيب نازل انتخابات النادي الاهلي. شوف، في تشويه لحق النادي الاهلي، تشويه لحق نادي الاهلي في اختيار ما يراه مناسبا لانعقاد الجمعيه. انا قلت ده لائحه كابتن حسن حمدي، ده انا عارف مجلس اداره. لا انا عارف دي، لا انا بتكلم على النادي الاهلي في تشويه. ليه النهارده لما يكون في عند، انا بقول عند واقصد الكلمه، من اللجنه الاولمبيه للنادي الاهلي النهارده بعت لي خطاب بتقول لي اعمل جمعيه عموميه، حاضر هعمل جمعيه عموميه، انا اعملها بقى حر على يومين على ثلاثه على اسبوع، انا عندي 120,000 عضو، هيجوا النادي الاهلي ازاي؟ 12,500 هيجوا ازاي؟ صحيح. بتتكلم اصل انتخابات الاهلي الاخيره حضر 20,000، ال 20,000 ما كانوش حاضرين قاعدين في النادي، بينتخبوا ويمشي، لكن مطلوب مني ان انا اسجل. طب اقول لك على حاجه، نفس طب انا معاك النهارده حضر 2000 حضر 20,000 سجلوا ومشوا، وحضر الجمعيه العموميه في اللي احنا هنناقشه 2000 ووافقوا، ايه الموقف؟ هتبقى صحيحه؟ لا مالك في ثلثين الحضور. ايه؟ اهم حاجه الحضور، يعني الحضور. التسجيل يعني النهارده انت لو انا مطلوب مني 12,500 على الاقل لازم يكون معايا 8,000 حاضرين او 7,000 صح؟ حاضرين. في حاجه ثانيه يا احمد، لا هو انت تقدر تناقش 12,000 انا بتكلم، لا من الـ 12,500 يبقى انت النهارده يا عم اسامه تناقش 12,000 في لائحه في قاعده من الساعه 12 الظهر لغايه الساعه 7 12,000 واحد تقدر تناقش؟ لا ده هو ايه بقى؟ ازاي؟ القصه فين؟ تهريج والله. القصه لما النادي الاهلي يا اسامه فرع واحد وفرع كمان يعني يا اسامه مجلس الاهلي احنا دلوقتي استاذ احمد احنا كنا بنروح ننتخب ونمشي. مجلس الاهلي لما وافق، معروف طبعا ان الجمعيات العموميه بتاع اللي بتتضمن بند الانتخابات، الجمعيات العموميه اللي بتتضمن بند الانتخابات بيبقى لها خصوصيه شويه، الناس كلها بتبقى حريصه عليها صحيح. حتى كمان البند بيقول لك في برضه حاجه كابتن، معلش احمد انا اسف، اجتماع خاص. يعني ايه اجتماع خاص ده؟ اللي انا طول عمري اللي انا اعرفه هي اجتماع جمعيه عموميه عادي او غير عادي. طب هو عامل اجتماع خاص ليه؟ عارف ليه عامل اجتماع خاص؟ ليه؟ عامل اجتماع خاص عشان يهرب من لائحه الكابتن طاهر ابو زيد اللي هو كان معموله. واحنا برضه هنيجي نقول لائحه ساريه بتاع طاهر ابو زيد مش ساريه؟ لائحة المفروض بحكم القانون انها سارية لغاية القانون ده سارية لغاية دلوقتي كويس، لغاية ما اللائحة تتعمل وتتم اعتمادها لائحة الكابتن طاهر ابو زيد سارية. لائحة الكابتن طاهر ابو زيد بتقول حد ادنى 2000 عضو، هو عاوز يهرب من الموضوع ده. يعني هو عاوز يهرب من الموضوع ده، فقال لك اجتماع خاص. مش لو اجتماع جمعية عمومية، لو اجتماع جمعية عمومية غير عادية دخل بقى لائحة الكابتن طاهر. كمان تحس ان في شخصنة امور، في تصفية حسابات، يعني في تصفيه حسابات مع بعض. يعني هشام حطه مش عاجبه وليد عطا خلص عليه، حسن مصطفى مش عاجبه هادي فهمي يضربه بالنار، حسن مصطفى مثلا كان مختلف مع طاهر ابو زيد ممكن يقوم مثلا ضربه بعربيه. هو كده اصلا والله. بص يا كابتن، اسوأ 4 شهور في تاريخ الرياضه المصريه الجايين دول، اسوأ 4 شهور اللي هيطول واحد يذبحه هيطلع سنجه وخلص عليه في الرياضه. للاسف دول اللي بيدوروا الرياضه المصريه للاسف. والله اسوأ 4 شهور. تفصيل لوائح، ترزيه قوانين،
لوائحك كيف؟ بقول لك جراب الحواء هيطلع، طلع الجراب والماده دي هي نفس الماده دي هطبقها عليك وتطبقها عليا برضه بتفسير بمزاجهم. بعيدا احمد بس يعني انا انت عايز تضيف على بس قبل ما اسالك سؤال عشان احنا وقتنا بيخلص بعيدا عن القتل بس النادي الاهلي ما انا بقول له بعيدا عن القتل ده بتكلم بصراحه انا مش اسامه بيوضع النهارده قتل رياضي خليه قتل رياضي يعني. النهارده في حاجه مهمه، لو انت مش معترف بالفروع في الانديه وافقت عليها ليه مثلا؟ يعني ايه السبب؟ ايه السبب النهارده ان انت وافقت على الفروع والنهارده بتقول لي مش من حقك في الجامعه؟ يا بيه ده حكم. بص يا اسامه انا حضرت عشان ما تنساش من احمد. لا انا هقول لك من القضاء سريعا بقى عشان انا حضرت اميده جاي. انا حضرت جزء كبير جدا من اعداد النادي الاهلي اللائحه الاستشاريه واتكلمت مع اعضاء مجلس اداره او الناس اللي بتعد لها، قال لك ال 120 الف عضو هتروح لهم اللائحه. والاهلي كان عامل فكره ظريفه جدا، انا بصراحه شايفها الفكره هي الانسب. ده السؤال اللي هساله لك قبل ما نختم، المهندس محمود طاهر هيطلع بكره في مؤتمر صحفي تتوقع كلامه هيكون ما انا يعني انا بقول لك انا كنت حاضر جزء كبير فهقول لك على الحاجات اللي انا كنت حاضرها وعارفها. النادي الاهلي النهارده كان بيتكلم في جزء مهم جدا، عندي 120 الف عضو هتروح لهم اللائحه الاسترشاديه اللي انا عملتها. تمام. النادي الاهلي من حقه خلال الاسبوعين من حقك تشوف اللائحه، من حقك تقول رايك، تيجي تسجل رايك في ورقه هتبقى موجوده موافق على البند ولا لا، يعني حقك قوله من خلال الصندوق، بعد كده يتم الفرز ويتم النقاش حوالين البنود اللي عليها خلاف. هو ده كان الرقي بصراحه من مجلس اداره النادي الاهلي في الوصول الى صيغه توصل لمرحله او وقت ان انت بتتعامل مع 120 الف عضو، ده رقم كبير جدا. النهارده تيجي الزرابي يحترم اعضاء الجمعيه العموميه، ما هو ده النهارده تيجي اللجنه العموميه تقول لك على يومين لا والفروع لا، طب ما بلاش جمعيه عموميه، طب اعمل جمعيه عموميه ليه؟ النهارده هتديني لائحه استرشاديه؟ طب انت عارف اللجنه الاولمبيه لو حاطه لائحه استرشاديه لصالح الجميع كان اولى ان الناس كلها تستفيد منها. اللائحه الاسترشاديات اللي بسمح للناس اللي هربت من التجنيد انها تترشح في الانتخابات، وكاني بكافئ واحد لم يؤدي الواجب الوطني. لا ما خلاص كله تساوى. اللائحه الاسترشاديه او اللائحه الاسترشاديه اللي فيها بعض البنود ان هي مخالفه للقانون والدستور. صحيح. اللائحه الاسترشاديه اللي عاملها رئيس اللجنه الاولمبيه المصريه. لا ما عملهاش الراجل هو مش جهه التشريع. اولا اللجنه الاولمبيه صراحه الحته دي مهمه. اتحاد السباحه هو اللي عمل اللائحه الاسترشاديه. كل اتحاد عمل لا ده هو تحديدا اللي عمل. يعني كل اتحاد عمل لان فعلا انا وقتي خلص. انا اخر حاجه ان ازاي لجنه اولمبيه او رئيس لجنه اولمبيه يرفض تنفيذ القانون، يضرب بـ 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 بحكم قضائي عرض الحائط، ازاي يبقى في صدر قانون بثلاثه حكم قضائي 3-7 باحقيه اعضاء الفروع، ويطلع جواب من المديريه باحقيه كده، ويطلع خطاب بتاريخ 1/8 بتاريخ 8 ده يعني اتعمل على طول كده بالتليفون يعني 1/8 ان ياكد فيه عدم احقيه اعضاء الفرع ده. ده حكم قضائي حقيقي، هو في ايده ان هو يرفض حكم القانون. طب ما نلغي المحكمه بقى، وهشام حاطب يعمل محكمه مثلا حقيقي. لا بجد لا يعني المحكمه قضاء اداري يعني واحد. انا معاك في الجزئيه دي، انا بشكرك استاذ اسامه، ويعني اكيد انت جواك انت وزحمه حاجات كتير في الجزئيه دي. لا بجد اصل حاجه يعني ان لا انت بتضحك علينا، بتقول ان انا بعظم دور الجمعيه العموميه وانت اللي عامل الموضوع ده. فين تعظيم الجمعيه العموميه؟ انت بتعظمه ازاي كده؟ انت مش بتعظمه. انا بشكرك استاذ اسامه، بشكرك، واكيد ده هيبقى في حلقه ثانيه للجزئيه دي، جزئيه مهمه. ولكن طبعا بكره استاذ احمد احنا في انتظار المهندس محمود طاهر، هيتكلم الجمعيه العموميه بتاعت او الخاصه بالنادي الاهلي، هيتكلم معاهم طبعا. انت بتوضح حاجه مهمه جدا، انا احترام الجمعيه العموميه الخاصه بالنادي ده، ان انت بتحاول توصل له رايك او توصل اللائحه الداخليه بشكل مهذب بشكل منظم، على الاقل حتى لو بنتكلم العدد الكبير ده يعمل طريقه معينه. انت بتفكر خارج الصندوق عشان تريحه، ما تحاولش انك تبهدله وتتعبه اكتر ما هو تعبان عشان يجي يدي رايه في مستقبل النادي الاهلي ومستقبل الرياضه المصريه، اللي هو اصلا لما نيجي نقول النادي الاهلي هو قلعه كبيره داخل الرياضه المصريه، هي اللي بتمشيها، او قاطره هي اللي بتمشي بالرياضه المصريه. بطالب مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه المهندس محمود طاهر ان هو يحافظ على حقه في عقد الجمعيه العموميه وفق رؤيته التي يراها لصالح النادي الاهلي حقيقي، وليس لصالح اشخاص. يعمل الجمعيه العموميه على يومين وفق قرار مجلس الاداره. الرجوع مفيش بند بقى في القانون يقول لك لا، ما انا بقول لك الرجوع في قرار الانعقاد الجمعيه على يوم واحد هو خساره للنادي الاهلي بشكل عام وليس لمجلس الاداره الحالي. المفروض النادي الاهلي مطالب ان هو يقدم للجمعيات العموميه رساله قويه جدا بحق النادي الاهلي في الافضل دائما.
الرؤيه المستقبليه للتطوير. اشكرك يا احمد. اشكرك يا اسامه. يعني اكيد كلام كتير في الموضوع ده. بكره ان شاء الله هيكون في مؤتمر صحفي المهندس محمود طاهر هيوضح فيه طبعا الجمعيه العموميه الخاصه بالنادي الاهلي كل التفاصيل اللائحه الداخليه اللي كانت موجوده وايضا بعض الامور اللي ممكن تكون خاصه بالنادي الاهلي وانتخابات النادي الاهلي القادمه في ان شاء الله في الفتره القادمه. اكيد كل التوفيق للنادي الاهلي بقى وفريق النادي الاهلي كره القدم في المباراه القادمه، مباراه سموحه ان شاء الله، مباراه مهمه في قبل نهائي كاس مصر. كل التركيز بقى ومطالب اللاعبين والجهاز الفني بالتركيز الكبير في هذه البطوله، ان بطوله مهمه اعتقد بقى لها فتره غايبه عن النادي الاهلي بطوله كاس مصر. بعد الفاصل هيكون معاكم زميلي كابتن عبد الحميد حسن وطبعا مع نجوم مصر كابتن وليد صلاح الدين وكابتن سمير كمون هيتكلموا طبعا عن البطوله العربيه وعن الفتره القادمه للنادي الاهلي. انتظرونا ما تروحوش لبعيد. We'll be right back.